يا مصطفى احمد. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الامام احمد رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلوم الصالحين. امين. قال في مسلم وما زلنا مع مسلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه أنه قال علي رضي الله عنه كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن فإن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن لي. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازي عن أبي عمرو البجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه وعنهم جميعا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد المفتن التواب. لا إله إلا الله. قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال أخبرنا أبو شهاب بن الحناط وعبد ربي بن نافع عن حجاج بن أرطاطة عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم جميعا عن علي بن أبي طالب أنه قال لما أعياني أمر النبي أمرت المقدادة رضي الله عنه أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم منه الوضوء. قال علي رضي الله عنه استحياء من أجل فاطمة رضي الله عنكم. أحسن الله عليك. أما الحديث الأول قال كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن فإن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن لي. هذا إسناد ضعيف وقد تكلمنا عنه قبل ذلك بل ضعيف جدا. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب وفي رواية قال كان يتنحنح تمسك بها الحنابلة أن نحنحها ليست صوتا ليست كلاما فلا تبطل الصلاة بها وإن كان بعض الشافعية يرون بأنها أن نحنحها كلام تبطل به الصلاة. المهم أنه لو أخرج حرفين يفهم من الحرفين كلمة فإنها تبطل الصلاة وإلا فلا تبطل الصلاة بذلك. وقال سبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابه شيء من, 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 من أصابه شيء فليسبح. إنما التصفيق للنساء من رابه في الصلاة شيء فليسبح فللرجال التسبيح. لذلك قال سبح ليفهم الداخل الذي سلم أو أراد شيء. فأقول إخوتي الكرام التسبيح وهو في الصلاة حتى يرد على من يكلمه فيعلم أنه في صلاة فيسكت عنه. قال وإن كان في غير صلاة أذن لي. رد عليه لما تغيب لما الغياب. أنا أريد أفهم بقى ما عنده ما الذي جعله يتغيب طول اليوم. ماشي. وفي الحديث الثاني أن الحديث الثاني أيضا إسناده ضعيف جدا وهو أيضا مكرر. قال إن الله يحب العبد المفتن التواب. وقد قال ورد حديث يعني على شبيه بالقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق المؤمن مفتنا نساء خلق المؤمن مفتنا نساء له الذنب. قال إذا ذكر تذكر له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين والذنب يقيم عليه ويذكر تذكر. والله يحب من عبدي أن يكون أوابا. نعم. ولكن الذنوب لا تفارق أحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله كل خير لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم. وأما الحديث الثالث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما أعياني أمر المدي أمرت المقداد أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عجيب جدا لأنه استحيا أن يسأله لوجود لمكان فاطمة منه فأمر عمار بن ياسر أن يسأل فسأله فقال منه الوضوء ثم سأل المقداد فسأله فقال منه الوضوء. لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يغتسل كثيرا من المذي والمذي هو ما ينزل من المرء عند المداعبة والملاطفة فاستحيا أن يسأل. ثم ذلك بعد سؤال المقداد بعد سؤال عمار هو نفسه قام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء. والحديث فيه فوائد كثيرة جدا صراحة في هذا الباب ومسائل. أولها أنه قد يجوز الإشتهاد مع وجود العالم ولكن إذا التبس الأمر وجب الرجوع إلى العالم المتقن فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا التعليم عن طريق السؤال والجواب وفيها التثبت بتكرار السؤال وتنوع الجواب وفيها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم. الفوائد المستنبطة تسبيح المرء في صلاته لا يبطلها لا يخلو مرء من ذنب قط
ولذلك عليه بسرعة التوبة والفيئة، سرعة الفيئة وصدق التوبة. الاستحياء من الكلام في أبواب الجماع بين الأصهار، جواز الوكالة في السؤال والجواب، شدة التحري بالتثبت بسؤال أكثر من شخص كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.